طيب نذهب إلى الحصان الأسود أستاذ محمد بدران رئيس مستقبل وطن. محمد مساء الخير. نور افندي، يعني خليني أقول لك إن أنتوا فعلا أثبتوا إن أنتوا الحصان الأسود لهذا السباق. ست عملتوا كام؟ 7 مرشحين عندكم؟ احنا 88 مرشح في المرحلة الأولى، 47 بيعيد، واحد من أول جولة، 6 خلاص حسم وضعهم في يبقى أنت عندك 7 مقاعد أوريدي. 7 مقاعد وبنعيد على 47 مقعد من 88. يعني نسبة تخطط 55%. برافو. يعني إن شاء الله بإذن الله إحنا نطمح يعني ونأمل، يعني مجهود شباب بيشتغل فترة طويلة جدا في الشوارع وحاول إن هو يكون عنده تنظيمات تنظيمية في الشارع وحملات طرق أبواب ووجود مرشحين على أعلى مستوى. ثم يعني يومين الانتخابات كانوا صعبين جدا على الشباب، ونزلوا ووقفوا واجتهدوا ووقفوا على الصناديق لغايه ما وصلنا الحمد لله. بدران انتوا مين؟ يعني معلش خليني اقول لك ان احنا كتير ما نعرفكوش. فجاه سمعنا مستقبل وطن، عرفنا في عدد من رجال الاعمال بيمولوكوا، لو ما كنتش مخطئه يعني في مين بيمولكوا يا بدران؟ قلت الاول حضرتك ان مستقبل وطن هي حمله شبابيه ظهرت بعد 30/6، وكان هدفها انها تقدم نموذج مختلف للشباب المصري. شباب ما بيتاجرش بالثوره، ما بيتاجرش بدم الشهداء، شباب شايف ان الثوره مش مولوتوف وطوب وشتايم، لا ده بناء وعمل عشان يكون عندنا وطن ما فيهوش ذل ولا خوف. شباب ده جمع نفسه من كل محافظات مصر، اشتغل على دعم خيار الطريق، بدا بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا كنت مع حضرتك في اكثر من مداخله واتكلمت عن 27,000 توكيل لمستقبل وطن في اول 9 ساعات. صحيح. من فتح الترشح ده انجاز كبير جدا، رقم غير مسبوق، ما تغرناش، ما طلعناش في الاعلام، ما تكبرناش، بدنا نشتغل تنظيميا اقوى، تحولنا لاول حزب شبابي في تاريخ مصر، اول حركه شبابيه. بس نسبه الشباب في المرشحين اللي عندكم، نسبه الشباب اللي هو يعني بنتكلم من 35% لحد 40 سنه يعني هعتبره شباب. 35%. 35%. ان احنا برضو ما زلنا بنشتغل في الانتخابات مقاييس والمعايير القديمة، العصبيات والقبليات ورأس المال والنواب السابقين. موجود 35% من الشباب، ده رقم كبير جدا. الحمد لله في عدد كبير منهم وصل أكثر من 10 للإعادة. بنأمل إن احنا نقدم نموذج محترم للشباب يكسب ثقة الشارع المصري هذه الانتخابات. طيب. ونقدم أيضا نواب يقدروا يفتحوا السكة لشباب كتير إن شاء الله في المحليات والمحليات. برضو مين بيمولكم؟ احنا عندنا ممولين مركزيين وعندنا محافظات شايله نفسها، وده اول الاساس حزب يعني عندك. انا احمد ابو هشيمه، أيوة. منصور عامر، كامل ابو علي، هاني ابو ريده، ده بشكل اساسي الاربع ممولين الاساسيين. عندنا الغنيم في اسكندريه، عندنا قرشي في اسيوط، عندنا المغربي في القليوبيه، عندنا اكثر من العريبي في الغربيه. محافظات بتشيل نفسها، شايفين ان الكيان ده كيان يعني ناجح وشباب منظم وشباب ان شاء الله هيكون له دور في الحياه السياسيه يعني مستقبلا فبيدعموه. عندنا شروط لدعم الحزب، مفيش تدخل في سياسه الحزب ولا اي رجل اعمال اي علاقه بالحزب لا من قريب ولا من بعيد، وهم كلهم ما حدش فيهم بيتكلم عن الحزب ولا عن دعمه ليه. احنا اللي اعلنا ده يعني مخالفين العهد بينا عشان من الشفافيه الحقيقه طبعا مع الاعلام ومع الدوله ومع الشعب. احنا ما بنخافش من حاجه، ما عندناش حاجه غلط، رجال اعمال وطنيين وبناخد دعم عشان نقدر يكون عندنا شباب وطني يكون ظهر للبلد، ونشوف في المستقبل ان شاء الله شباب مؤهل قدر انه يكون وزير وانه يكون سفير ويغير في الواقع اللي احنا بنرفضه. بس يمكن رفض ننزل. يا بدران انتوا محتاجين تعرفوا الناس اكتر بيكوا، يعني يمكن دي جزء مسؤوليه علينا، لكن كمان في الشارع محتاجين تعرفوا الناس اكتر. يعني 47 مرشح اللي انتم منزلينهم دول، الناس كتيره بتسال انا ما اعرفش مين دول، فعشان ما اعرفش مين دول ده لازم يبقى لنا طريقه، يا اما يبقى لكم ويب سايت مثلا تحطوا عليها CVs للناس، يا اما لازم نفكر في طريقه مختلفه بحيث انه من ال 47 دول ينجح لكم نسبه كبيره. يعني ان شاء الله هنعمل ده. هقول لحضرتك بس كان في اتفاق بيننا وبين بعض كشباب بيديروا الحزب ان احنا ما فيش اعلام، ما فيش جري ولا الكاميرات، في تنظيم في الشارع، في تنظيم سياسي قوي نقدر نحقق بيه نتيجه نتكلم بيها في الاعلام عن مستقبل الوطن وعن الشباب اللي قدم نموذج يحتذى به ان شاء الله. بشكرك محمد بدران على هذه المداخله.